مساء الخير على كل الشباب اللي بيشوفونا كل يوم حد من الساعه ستة للساعه 7 وشباب حكايه الحقيقه انه دايما حكايتنا ما بتخلصش وكلامنا عن الشباب ومع الشباب كمان ما بيخلصش ومش هيخلص طول الوقت بنلاقي انه شباب بيقولوا لنا وبيكلمونا على فكره الحلم بالوظيفه في ناس منهم عندهم القدره وعندهم المهاره انهم يشتغلوا في ناس عندهم آه الامكانيات الكويسه اللي تخليهم يعملوا مشروع بس الحقيقه انه ما عندهمش الحماس انهم يبداوا يتحركوا فكره البدايه دي حاجه مهمه جدا 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 ليه البدايه مهمه لانه من غير ما تقرر انك هتبدا ما بتعرفش تبدا آه في كمان ناس عندها آه المهاره عندها القدره عندها الرغبه بس مش عارفين يكملوا اللي بدأوا ودي نقطه مهمه جدا ونقطه ممكن تؤدي الى فشل اي حد سواء كان الفشل ده في وظيفه يعني اذا حضراتكم كنتوا بتشتغلوا في وظيفه ما او لو عندكم مثلا مشروع علشان تكمل لازم تبقى عارف كويس قوي انت هتعمل ايه قدام شويه ده بيفرق ما بين شخص والتاني كل بقى اللي انا قلته ده كله محتاجين اكتر من فكره التشجيع محتاجين انهم حد يسندهم محتاجين حد يقول لهم يعملوا ده ازاي محتاجين حد يقول لهم ان اللي انتوا بتعملوه ده صح ولا غلط محتاجين حد يديهم طول الوقت تدريبات حتى لو انت قررت انك تعمل مشروع او حاجه خاصه بيك انت بره القطاع الخاص او بره القطاع الحكومي لكن انت برده محتاج تدريب نقطة مهمة بقى جدا 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 ودي لازم نتكلم عنها النهاردة انك تبقى مغرور او انك تبقى شايف نفسك بزيادة شوية او تبقى شايف انه انت احسن من غيرك او تبقى شايف ان انت اللي عندك مفيش حد يعرف في الدنيا يعمله ودي الحقيقة نقطة سيئة جدا جدا ممكن تؤدي إلى سقوط أي حد في الدنيا لأنه اللي حضرتك بتعمله أو اللي حضرتك بتعمليه كل الناس على فكرة ممكن يعملوه حتى لو ما عندهمش إمكانيات ومهارات زيك أو ما عندهمش إمكانيات ومهارات قدك لكن هم برضو عندهم نسبة إلى حد ما ومع الوقت كل الناس بتتعلم الفكرة كلها في أنه في بس يعني خط رفيع قوي 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 ما بين أنك تبقى مغرور وأنك تبقى واثق من نفسك الثقة في النفس مطلوبة في مجال العمل بس أنك تبقى مغرور ده اللي مرفوض تماما في مجال العمل ليه ده مرفوض لانه ممكن زي ما بقول كده يؤدي الى فشل ويؤدي الى سقوط ده اللي عايزين بقى نتكلم فيه النهارده ازاي ما نفشلش وإزاي نعرف نكمل، وإزاي نعرف نختار، وإزاي نعرف نمرن نفسينا، وإزاي نحس إن إحنا فعلا متميزين بس من غير ما نبقى مغرورين، إزاي إحنا فعلا بشهادة كل الناس اللي حوالينا يتشاور عليك ويتقال عليك إنك شخص مميز، مش إنك شخص زيك زي غيرك، وده اللي بيفرق أي حد أي حد عن حد شغال معاه. اي شخص لازم يبقى مميز بشهاده اللي حواليه اكتر من شهادته هو بشكل خاص. وعدتكم الحلقه اللي فاتت انه هيبقى معانا النهارده مجموعه من التليفونات وهيبقى انا بوعدكم النهارده على مدار الحياه انه اي رساله هتبعتوها لنا هقراها وهنرد عليها. اي تليفون حضرات حضراتكم عايزين تسالوا اي سؤال من خلاله انا مستنياكم النهارده تكلمونا على تليفونات البرنامج، مجرد بس ما احنا نوهنا عن ان النهارده هتبقى الفقره الاولى كلها او فقره كبيره من او وقت طويل من الحلقه النهارده آه آه هيبقى تليفونات وهيبقى مسدجز او هيبقى رسايل، جات لنا الحقيقه مجموعه من الرسايل كتيره جدا على الصفحه. خلوني كده بقى ايه نبدا نقرا معاكم دلوقتي شويه رسائل من اللي قلنا على صفحتنا على الفيسبوك والحقيقه ان انا بشكر كل واحد بيبعت لنا طول الوقت على صفحتنا على الفيسبوك لانه مهم قوي انه نتواصل مع بعض من خلال الصفحه دي ليه مهم لانه انا بعرف حضراتكم عايزين ايه وبنحاول نتواصل من خلال الصفحه دي انه نحقق اللي انتم عايزينه اي سؤال بتحبوا تسالوه لنا وما بتبقوش عارفين توصلوه توصلوه وقت الحلقه بيوصل لنا عن طريق الصفحه دي طيب خلينا نقرا اول رساله في رساله بتقول برنامج جميل جدا جدا ربنا يعوضكم كل خير بشكركم طبعا رساله تانية من ميرفت ميرفت بتقول مساء الخير انا بشتغل الحاجات دي وبعتلنا صور حاجات هاند ميد بس هي عندها مشكله في التسويق ممكن تساعدوني ميرفت بوعدك انه احنا خلال الاسبوعين اللي جايين هنعمل حلقه عن التسويق في مطلبين الحقيقه قلنا كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت الاسبوع اللي فات على البيج بتاعتنا انه في ناس عايزه تتكلم عن التسويق وفي ناس عايزه تعرف تفاصيل عن السياحه احنا هنعمل الحلقتين دول خلال الفتره اللي جايه وبنوعدكم وانا بوعدكم هو على الهوا ان احنا في ف... في حلقه هتتعمل عن السياحه انه ازاي تشتغلوا في مجال السياحه اللي حابب المجال ده طبعا وطبعا هيبقى معانا حد من متخصصين التسويق يكلمونا اكتر عن موضوع التسويق Yeah. <laughs> معانا مسج تانية من أميرة أميرة بتقول إلى المذيعة الجميلة سالي بشكرك طبعا أنا أرملة وعلى المعاش بتشكر ربنا صحتها كويسة الحمد لله أقدر على أي شغل وبعمل حلويات زي مثلا ملفي وقرص وحلو حد بس مش عارفة تسوقها إزاي وعايزة حد يتواصل معاها يا رب الرسالة بتاعتها تتقري وهي اسمها أميرة بديع وبعتها لنا رقم تليفونها أميرة بوعدك زي ما قلت من شوية إنه هنتكلم على موضوع التسويق لانه مهم قوي 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 فكره التسويق، حلو انك بتبقي بتشتغلي كده لكن كمان الافضل تعرفي تبيعي ده، لانه من غير ما تبيعي ده انت مش هتعرفي تكملي في الشغل ده، ودي الخطوه اللي كنت بتكلم فيها في المقدمه انه حلو ان يبقى عندك مهاره بس الافضل والاحسن واللي من غيره مش هتعرف تكمل انك تعرف تمشي خطوات كتير. معانا مسج تانيه؟ آه بيقول مساء الخير لو سمحت انا عايز اعرف ايه اللي بيقدمه البرنامج للشباب آه البرنامج مش بيقدم حاجه للشباب البرنامج حضراتكم اللي بتقدموه آه في البرنامج بمعنى ايه بمعنى انه البرنامج ده آه في نماذج بنجيبها آه حد من الشباب عنده مشروع عايز يقول ان انا عندي المشروع الفلاني حد من الشباب عنده اختراع آه حد من الشباب آه عنده ابتكار معين من خلال بقى الحلقات اللي جم فيها الشباب سواء اللي عندهم مشاريع او اللي عندهم ابتكارات او اللي عندهم اختراعات هم نفسهم استفادوا من خلال ظهورهم على شاشه سي تي في وعلى شاشه برنامج شباب حكايه فانه الناس شافوهم فبالتالي ده فتح لهم سوق للعمل فيبقى النتيجه في الاخر انه الفايده متبادله ما بين الاثنين ما بين السوق بره طبعا وما بين الشباب اللي جم معانا في البرنامج هو ده اللي احنا بنقدمه للشباب وطبعا في الاول وفي الاخر الشباب هم ابطال البرنامج وده اللي عايزه بس اقوله لانه ده, ده مهم جدا معانا مسج تانية او آه في حد بعت اكتر من مسج بيقول لو امكن تنزيل كل فقره لوحدها من الحلقه مش الحلقه كامله احنا الحقيقه اتناقشنا مع المسؤولين عن الموضوع ده وبنوعدك خلال برضو اسابيع هنفصل الفقره الاولى عن الفقره الثانيه انا ما اقدرش اجزم بده لانه انا مش متخصصه في ده هنا في كل قسم مختص بوظيفه معينه وبعمل معين فانا بوعدك ان هم خلال الاسابيع اللي جايه هنفصل فعلا الفقره الاولى عن الفقره الثانيه علشان تعرفوا تتواصلوا بشكل افضل عايز كمان هو نفس الاستاذ اللي بعد استاذ خليل بيقول عايز كتابه على صفحه مواعيد البرنامج والعادة حاضر عينينا هننزلها النهارده ليه مش بيكون في تنويه عن الحلقه اللي جايه على الشاشه بلقطات من لقاء الضيف طول الاسبوع علشان اللي عايز يشوف موضوع يهمه يتفرغ للمشاهده في نقطتين بس مهمين جدا عايز اقولهم لحضرتك اولا احنا برنامج على الهواء ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا لقطات من الضيف الضيف بيبقى موجود وقت الهواء اللي هو كل يوم حد من الساعه 6 للساعه 7 أنا مش هعرف أجيب لقطات للضيف وهو مش موجود معانا، اللقطات دي بتحصل في البرامج المسجلة، لكن إحنا برنامجنا برنامج مباشر على الهواء. دي نقطة، تاني نقطة إحنا على الصفحة بتاعتنا وكمان على النيوز بار بتاع القناة بشكل عام بننوه عن موضوع الحلقة قبلها بيوم أو باتنين، وده بتلاقيه على صفحتنا على الفيسبوك. إحنا معانا تليفون؟ معانا مين؟ معانا ريتا. ألو؟ ألو يا ريتا ألو ألو مساء الخير إزي حضرتك؟ تمام الحمد لله نشكر ربنا اتفضلي أنا معاكي على الهوا أه يعني أنا طبعا بشكر حضرتك وبقول لك بقول لك كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك و... طيبة و... ربنا يجعله صوم مبارك كده علينا كلنا بشكرك أنا كنت بس, بس عايزة أكلم أستاذة سالي سي... في حضرتك أستاذة سالي معايا على الهوا أيوة أنا معاكي على الهوا أنا سالي ايوه <applause> ازي حضرتك؟ تمام ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة هو سؤالي انا بعيد عن الشباب خالص انا بس كنت عايزه اسال حضرتك انا يعني لقيت قناه فيديو في ما فيهاش اي برامج لحاجه الاكل حلوه حاجه يعني لايه؟ انا كان نفسي الاكل يعني أكل الاكل يومي أكل في الدهاري. اه طيب آه بصي آه احنا عندنا برنامج مرأة اسمه من يجدها هو طبعا البرنامج يعني. متنوع ما فيهوش بس آه فقره ثابته آه عن المطبخ لكن احنا ما بين الفتره والتانيه بنحاول تبقى الفط... الفقره ال... ال... اللي اكتر في ال... في البرنامج ده هي فقره المطبخ فاحنا بالفعل بنذيع حاجات كتير جدا ليها علاقه بالمطبخ وليها علاقه بالاكلات وده برنامج بيبقى كل يوم اتنين وكل يوم اربع من الساعه 12 الظهر للساعه واحدة الظهر فهتلاقي طب انا من يعني هتواصل مع حضرتك ازاي انا كان نفسي نيجي ان انا نقدم عندي افكار حلوه عندي أه انت عايزه تبقي معانا في البرنامج أه تمام آه. طيب أه هرجعك بعد آه. اذنك تاني للكنترول روم وتسيبي لهم رقم تليفونك وانا هدي رقم تليفونك للمعده الخاصه بالبرنامج بتاع المراه برنامج بنيه معانا مين من سوهاج معانا اسحاق من سوهاج الو لو سمحت يا فندم مين معايا انا سالي لا انا سالي أنت عايز هبة؟ لا يا فندم، أنا عايز أنتوا الاتنين حلوين ومحترمين وربنا و... و... ربنا <تصفح> يخليك، طب قول لي عايز... طب قول لي سؤالك عايز... ربنا حافظ حافظ عليك كل سنة وفضائلك يا وأنت طيب عايز عايز الأستاذة نيفين الأستاذة نيفين باسيلي نعم يا فندم الأستاذة نيفين باسيلي طيب استاذنك هو اكيد بص هو اكيد انا مش هينفع اديك رقم تليفون الاستاذ نيفين باسيل عشان ما بقاش بكذب على حضرتك يعني فانا بستاذنك انه حضرتك تسيب رقم تليفونك للكونترول روم وتقول لهم الحاجه اللي حضرتك عايز فيها مدام نيفين واحنا هنبعت لمدام نيفين رقم التليفون والحاجه اللي حضرتك عايزها وهي حت يعني تشوف هي هي اللي يعني الموضوع يرجع لها في الاخر تكلمك او تستنى شويه فانا هستاذنك هرجعك تاني لك تسيب تليفونك والموضوع اللي عايز فيه مدام نيفين طيب معانا مسج نكمل بقى المسجات بتاعتنا في مسج تانية بتقول ممكن العنوان ورقم التليفون للتواصل وشكرا لحضراتكم عنوان عنوان مين انا مش فاهمه يا لوما لوما بعت لنا بس انت عايزه عنوان مين بالظبط رقم التليفون لو عايزه تليفون البرنامج هما بينزلوا التليفونات على الشاشه وبستاذنكم تنزلوهم تاني للمشاهدين يعني طيب معانا مسج تانية من أستاذ رادي بيقول الأستاذ المايسترو منور طبعا هو بيتكلم على الحلقة بتاعة المايسترو بشكرك طبعا على المتابعة معانا جات لنا تاني كومنت بيقول برنامج جميل فوق الوصف بصراحة لما تقدموه شكرا أستاذ سالي ربنا يعوض تعب محبتكم أنا اللي بشكرك على المتابعة والشكر مش ليا فعلا الفريق الإعداد قايم بدور هايل جدا كل فريق عمل شباب حكاية بيقوم بمجهود فوق الوصف استاذ جورج باعت بيقول عمره 68 سنه مؤهل عالي هل ممكن يشارك في المبادره اذا كان نعم فالعنوان والمواعيد طبعا انا مش عارفه حضرتك بتتكلم على أي مبادره استاذ جورج لو تبعت لنا تفاصيل اكتر لكن الحقيقه يعني بشكل عام هو البرنامج اكتر للشباب حضرتك طبعا ربنا يديك الصحه وطولة العمر بس لو ينفع افيدك في اي حاجه خاصه تانية او برنامج متخصص في الحاجه اللي حضرتك عايزها في القناه انا هعمل كده لكن البرنامج ده خاص بمرحله الشباب اكتر نكمل المسجز في مسج بتقول انا بحب البرنامج اتمنى لكم النجاح دائما بشكرك بشكرك طبعا استاذ فوزي وبيكمل بيقول انا دايما عايز اتغير للاحسن وفي وقت صغير بلاحظ فرق لكن برجع تاني والحاله صعبه جدا جدا ما بعرفش اتغير خالص طبيعي انه الناس كلها بتبقى شويه بتطلع لقدام وشويه بترجع لورا ده طبيعي جدا بس اهم حاجه انك تحاول حتى ولو محاولات بشكل مستمر انك تكمل في خطوات انت مشيتها علشان ما ترجعش حاجات كتير انت مشيتها لانه الموضوع هيوصل معاك في الاخر تقول يا ريتني كنت فضلت في اللي انا فيه. معانا مسج تانية من دولاجي دولاجي بتقول سلام ونعمه برنامج شباب حكايه انا متابعه البرنامج كنت عايزاكم تساعدوني انا عندي مكنه خياطه وبعمل شنط يد وهاند باك ومقالم وحاجات كتير بالجلد كانت محتاجه خامه بسعر الجمله وحد يسوق لها المنتجات اللي بتعملها وعندها مشكله في السوق والخامات وغالبا وغاليه جدا وما بتعرفش تسوق الحاجات طيب هى بتسال او بعت التانى بتقول ممكن تردوا عليا او انا برد عليكى دولاجى بقولك ان احنا هنعمل حلقه خاصه جدا عن التسويق علشان مهم قوى فكره التسويق عند الشباب وابعتلنا بياناتك بعد اذنك يا دولاجي علشان احنا لو الموضوع عندك حلو تبعتلنا بياناتك لنا صور حاجات انت بتعمليها لو لقينا الحاجات فعلا بتعمليها شكلها حلو احنا نيجي نصور عندك علشان يبقى ده نوع او مساعدة من البرنامج ليكي ويبقى أيوه نوع من انواع التسويق طيب مسج تانية من بشوي بشوي بيقول مساء الخير انا اسمي بشوي وشغال في الجيبسون بورد وعندي افكار كتير في الديكور ودي صفحته آه انت بعت لنا صور هايله بجد الشغل بتاعك حلو قوي قوي طبعا انا بشكرك طبعا على التواصل معانا ابعت آه لنا بياناتك بعد اذنك آه انا عارفه انك بعت لنا الصفحه بتاعتك بس انا عايزه بياناتك الشخصيه علشان نعرف نتواصل معاك معانا تليفون مراد الو طيب مراد الخط قطع نكمل المسجز وتحاول توصل لنا تاني يا مراد معانا مسج من دنيا دنيا بتقول انا عندي مشروع تجميل وام لثلاث اطفال محتاجه دعم لانه المعوقات كتيره طبعا اكيد المعوقات كتيره ربنا يعينك في ثلاث اطفال برضو رقم كبير ربنا يعينك على تربيتهم قول لنا بس تفاصيل اكتر عن مشروعك يا دنيا وبرضه بعت بياناتك علشان نعرف نتواصل معاكي علشان المسج كده انا مش هعرف اعمل لك فيها حاجه. معانا شنوده الو الو يا شنوده الو الو مساء الخير الو ايوه انا معاك اتفضل. الو الو ايوه يا شنوده انا معاك الو, ألو ايوه ازي حضرتك ازيك انت اخبارك ايه كل سنه وحضرتك تقريبا اول وانت طيب يا شنوده ميرسي ودايما منوره الشاشه كده ربنا يخليك ده نوركم انتوا صدقني ربنا يخليك يا فندم انا حضرتك كان في مشروع كنت نفسي اللي انا اعرضه على الشاشه عند حضرتك مشروع ايه كان في مشروع عاوز اعرضه على الشاشه عند حضرتك تمام حلو مشروع ايه الاول انت بتعمل مشروع ايه الو يا شنوده انا سامعاك كويس جدا انت سامعني طيب شنو ده بص احاول اولا انا انا سمعت ان انت عندك مشروع عايز تبقى معانا على الشاشه فانا بستاذنك اولا انت حاول تكلمنا تاني لو عايز تكلمنا تاني لو مش هينفع تكلمنا تاني ابعت لنا بياناتك في مسج على الصفحه الخاصه بتاعه البرنامج علشان تبقى معانا فعلا وتبقى موجود معانا في حلقاتنا من شباب حكايه معانا ريمون الو الو ريمون الو <applause> <applause> طيب معانا آه... مسج تانية من منى منى بتقول مساء الخير يا فندم حضرتك كان في متصله بالبرنامج الحلقه اللي فاتت كانت محتاجه حد يزين لها شغلها انا ممكن ازين لها الشغل بتاعها آه انا للامانه مش عارفه مين بالظبط المتصله اللي كانت عايزه حد يزين لها شغلها فلو تبعتي لنا اكتر عن المكالمه دي او لو تعرفي تبعتيها لنا هي تقطعيها مثلا او تاخديها من الحلقه لان كل حلقاتنا موجوده طبعا على اليوتيوب او تقولي لي حتى رقم الحلقه واحنا نحاول نتواصل مع المتصله دي او لو المتصله دي بشكل خاص سامعانا دلوقتي وشايفانا كلمينا علشان في حد سمع مكالمه حضرتك وعايز يتواصل معاكي دي انا قريتها معانا مسج تانية من فرح فرح بتقول ربنا يبارك طيب ناخد التليفون الاول معانا فاتن من القاهره الو الو ايوه مساء الخير استاذ ايوه زي حضرتك الله يسلمك أه، على فكره انا ببعت بس الاول مسج ليكي باعجاب بنتي ليكي قوي قوي نفسها تبقى زيك وفرحانه جدا كل ما بتشوف حلقاتك وبتشوف حلقه شباب بحكايه تبقى مبسوطة جدا انك تبقى موجودة وتاخد مثل منك ان تكون زيي بشكرك تراح. ساديني ده كتير عليا بشكرك بشكرك <تراح> لا جدا لا لا دا دا. وفي حاجة تانية انا دلوقتي بقول اقتراح هل يا ترى ما تقدروش تعملوا معرض للمنتجات اللي هي الشباب بيعملها يعني كل شهر مرة والناس تقدر تبتدي تاخد من المعرض اللي المنتجات دي وتشتري منه والشباب يشتغل والمنتجات تتسوق دا دا اقتراح هل يا ترى توافقوا انا بحترم طبعا اولا متابعتك للبرنامج وبحترم طبعا اقتراحك وبوعدك انه احنا هن يعني هنطرح الاقتراح ده لو ينفع يتعمل طبعا يتعمل لو مش هينفع لو مش هينفع يتعمل يبقى على الاقل هنجيب كل فتره نجمع مجموعه من الشباب اللي كانوا معانا في حلقاتنا كان عندهم حاجه مثلا بيعملوها حاجه بيشتغلوا فيها علشان هم يبقوا متجمعين مع بعض وكل واحد يرجع تاني يعيد الشغل بتاعه كنوع برضو من انواع مع التسويق طبعا انا بشكرك استاذه فاتن جدا 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 على المكالمه الحلوه دي طيب معانا ام كرولوس الو مكرولوس. الو ايوه ام كرولوس معاكي لو سمحت اهلا وسهلا يا ام كرولوس انا معاكي انا سالي اتفضلي ازي حضرتك عامله ايه كل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه يا ام كرولوس اتفضلي معلش انا كنت عايزه اقول لحضرتك انا جوزي نجار وممتاز جدا في المغارة وامين جدا بس للاسف هو عايش في بلد ارياف تبع باريس ومش عارف يعمل اي مشروع او اي او يسوق اي حاجه هو بيعملها طب يعني هو مش يعني ما عندوش ورشه يا ام كرولوس ما عندوش حاجه بيشتغل فيها لا ما عندوش ما عندوش امكانيات ان هو يعمل ورشه ايه الحل طيب بص يا مكرولوس احنا كان معانا حلقه كان معانا يعني فقره من فقرات في حلقات حلقه من حلقاتنا كان في جهاز اسمه جهاز تنميه المشروعات الصغيره الجهاز ده كان في رقم تليفون او هوت لاين او خط ساخن للجهاز هنحاول ننزله دلوقتي على الشاشة علشان جوز حضرتك يكلمهم ياخد معاد ويروح يقابل حد مسؤول هناك علشان لو عايز قرض يعرف ياخد قرض منهم لو عايز ي... هم يساعدوه في حاجة هو يعمل ده ودي نقطة تاني نقطة في كمان في أسقفية الشباب مجموعة مسؤولة عن المشروعات الخاصة بالشباب وغير الشباب وبالإضافة كمان هم بيدوا كورسات لده فبرضو هنحاول نبعت أو ننزل رقم التليفون على الشاشة علشان جوز حضرتك يتواصل معهم مسج تانية من فرح فرح بتقول ربنا يبارك برنامج مفيد لكل الشباب هي من سوهاج وعايزة تشارك حد في مشروع من القاهرة واسكندرية وعايزة حد يساعدها يا جماعة اللي بتفرج علينا دلوقتي وعايز يشارك فرح في مشروع من القاهرة أو اسكندرية يتواصل معنا وفرح انت كمان بعت لنا رقم تليفونك علشان لو حد حابب يحصل الشراكة دي تعرفوا تتواصلوا ببعض ده آه دلوقتي على الشاشه لام كرولس اللي كانت بتسال من شويه ان جوزها نجار ده آه رقم التليفون اهو على الشاشه ام كرولوس آه يا تاخديه علشان ده بتاع ده بتاع شباب علشان جوزك يتصل بالرقم ده وياخد ميعاد ويروح يقابل حد هناك مسؤول يساعده في ده معانا مسج تانية في حد باعت بيقول من فضلك استاذه سالي يا ريت أه... تقفوا جنبي وتساعدوا الرساله دي بقالها اسبوع وكان عندي امل تتشاف النهارده احنا فتحنا المسجز يا جماعه بس انا يعني بعتذر لكم مليون مره ان احنا اوقات كتير بنتاخر على الناس في الرد على الرسائل بس الحقيقه انه بنبقى ماشيين بالدور لانه بيجي لنا كميه رسائل كبيره جدا جدا فلما بيجي الوقت ان احنا نقرا كل الرسائل بنقراها بس صدقوني احنا متابعين على الشاشه دلوقتي كمان الخط الساخن اللي جاي تنميه المشروعات لمكرولس برضو اللي حابه انها تتواصل او جوز حضرتك يتواصل معاهم علشان يلاقي فرصه عمل او يعرف يعمل حتى لو ورشه صغيره في حد تاني ميري بعتلنا بتقول انه هي فتحت محل وحد يتواصل معاها وبعت رقم تليفونها حاضري ميري الصور كمان وصلت لنا الصور بتاعتك حلوه قوي ودايما موفقه في كل خطواتك. معانا ريمون ريمون من نجاح حمادي. الو فندم ريمون ازيك؟ ازيك فندم عاملين اخبار حضرتك ايه؟ اتفضل سؤالك انا مش عارفه اتواصل مع البرنامج خالص على الفيسبوك مش عارف ايه مش عارفه اتواصل مع البرنامج خالص على الفيسبوك أه ليه يعني بعتت مسج مثلا ومحدش رد عليك لا ده بيديني من متعطل خالص مش عارف ليه طيب هو اولا هو البرنامج عفوا الصفحه اسمها برنامج شباب حكايه اوكي هتلاقي اللوجو بتاع البرنامج هو البروفايل بيكتشر او الصوره بتاعه البروفايل على الصفحه دي فانت لما هتدور على اسم البرنامج هتلاقيه على الفيسبوك لان هو باين جدا ويعني ما فيش زيه ما اسماء زيه كتير فهو الصفحه اسمها برنامج شباب حكايه بالعربي وهنزلها لحضرتك دلوقتي كمان على الشاشه علشان تعرف تتواصل مع هي قدام دلوقتي حضرتك على الشاشه اسم دي اسم الصفحه اللي على الشاشه دي هو ده صفحتنا على الفيسبوك في حد كان باعت عايز رقم استاذ صابر بنيوتي بعتناه لحضرتك في بقى مسج طويله شويه وبس يعني لازم نقراها المسج بتقول انا مدونا طالبه في الفرقه الخامسه بقسم هندسه النانو تكنولوجي بجامعه زويل للعلوم والتكنولوجيا والتحقت بجامعه زويل كمنحه بعد الثانويه العامه على وشك التخرج كتير ما يعرفوش عن جامعه زويل وعن فرص التعليم الممتازه في مجالات جديده ومحتاجين ومحتاجين كمان يبقى في تنوع للشباب اكتر عن ازاي يدور على منح وازاي يقدم ويسعى لمستقبل افضل واحب جدا ويشرفني ان اتكلم عن هندسه النانو تكنولوجي وعن ازاي تلتحق بمدينه زويل ونظام الدراسه غير كده هي سافرت في تدريب بحثي في الهند قدمت عليه وراحت لوحدها وحاليا اتقبلت في ست جامعات من اكبر جامعات العالم لدراسه الماجستير لسه قدامها مشكله في تمويل الدراسه بره لو تجربتي هتبقى مفيده آه، عايزه تبقى معانا تجربتك اكتر من مفيده وانا بطلب من فريق الاعداد الخاص بالبرنامج طبعا أستاذة إلهام يعني تتواصلي مع مادونا بس بستأذنك يا مادونا تبعتلنا بياناتك لأنه أنت مش بعتلنا رقم التليفون أنا حابة جدا تبقي موجودة معانا في حلقة لأنه في ناس كتير فعلا ما تعرفش حاجة عن جامعة زويل وفي ناس كتير ما تعرفش حاجة عن المنح فدي موضوع حلو جدا وموضوع ثري جدا أحب طبعا أنك تتكلمي فيه معانا مينا بعت لنا صور للورشه بتاعته وعايز يبقى معانا انا سالتك وانا بعتلك لك قلت لك الورشه فين او يعني فريق الاعداد بعت وقال كده فهو بيقول انه في مركز مغاغه في المنيا وباعت رقم التليفون حاضر هنتواصل معاك معانا مسج تانية او كومنت تاني جالنا بيقول برنامج جميل وإعداد قوي بيهتم بكل ما يخص الشباب وتقديم رائع للإعلامية بشكرك طبعا بشكرك على الكلام الحلو اللي في حقي معانا كومنت تاني بيقول جميل جدا من أروع الحكم لأينشتاين بي... أنه بيعشق المقولات بتاعته بيقول أنه إذا لم يشك شخص واحد أسبوعيا بإنه مجنون فأنت لا تحدث تأثيرا حقيقيا في العالم وشكرا لاهتمامكم وحلقة ممتعة بشكرك طبعا في بقى مسج جات لنا كتير جدا حوالي ست سبع مرات المسج دي جات لنا من أم بتقول إنه ابنها يعني موهوب جدا وعنده موهبة الرسم أنا عارفة إنه هيبقى كلنا كتير واحنا صدقيني بنشوف المسج بتاعتك بشكل مستمر وبيانات حضرتك كمان شفناها وشفنا بيانات ابنك انا بستاذنك تبعتلنا كمان لو صور اكتر تبعتلنا رقم تليفون نتواصل معاكوا فيه علشان يبقى معانا عايز اعرف سن ابن حضرتك قد ايه علشان هل ينفع يبقى موجود معانا ولا ممكن نوظف موهبته او يبقى موجود معانا في اي برنامج تاني على شاشه سي تي في يعني تدينا بس بيانات اكتر وانا بوعدك انه هيبقى معانا في فرصه سواء كان في شباب حكايه او في اي برنامج تاني بشكرك على اصرارك بشكل مستمر على انك توصلي لنا أم. مسج تانية من فادي فادي بيقول انه برنامج جميل ربنا يعوض تعبكم بشكرك طبعا معانا مسج من ميرا ميرا بتقول انا ربة منزل محتاجة اعمل خدمات كتير للناس علشان بس هم مش مش بس مش مش بتحاول علشان هي خايفة ان الناس يكسفوها انا طبعا مش فاهمه يعني ايه فكره الخدمات اللي عايزه تقدميها بس لو انت عايزه تقدمي حاجه ده اللي انا عارفاه وده اللي انا مقتنعه بيه بشكل شخصي لو انت عايزه تقدمي حاجه وشايفه ان الحاجه اللي بتعمليها ده صح قدميها ما تتكسفيش حد هيتقبل ده وفي حد تاني مش هيتقبل منك بس ده مش معناه انك بتعملي حاجه غلط ولا ده معناه انك تتكسفي منه بالعكس خالص انت بتعملي حاجه انت شايفاها صح ودي اهم ما في الموضوع ابو ستيفن بعد بيقول مساء الخير بجد الف شكر على البرنامج فكره حلوه جدا بشكرك طبعا استاذه سالي عندي مشروع بس ما عنديش الامكانيات طيب ابعت لنا انت عندك فكره مشروع مش كده لو انا فاهمه صح يا ابو ستيفن ابعت لنا بس تفاصيل اكتر عندك لو فكره مشروع يبقى برضو احنا نزلنا من شويه رقم تليفون جهاز تنميه المشروعات ونزلنا كمان رقم تليفون اسكفيه الشباب هم ممكن يساعدوك في موضوع الامكانيات ده معانا مسج من ابراهام ابراهام بيقول لو سمحتي انا محتاج اني اسافر بره مصر بس مشكلتي اني لسه طالب يا ريت محتاجه الرد على رسالة اني مش متابع البرنامج كتير البرنامج يا ابراهام مش بيصفر حد بره مصر بس البرنامج الحقيقه بيبين ان احنا عندنا نماذج حلوه جدا وينفع تاخد وتوصل للي انت عايزه وانت جوا مصر احنا مش مكتب عمل يعني هي بس دي النقطه اللي انا عايزه اوضحها لناس كتير احنا مش بنصفر حد بره احنا مش بندي قروض يعني مش بندي فلوس احنا مش بنوفر فرص عمل ودي نقطه مهمه جدا لكن احنا بنساعد الشباب انهم ياخدوا قروض او انهم ياخدوا او يوصلوا لفرص عمل او انهم يوصلوا لافكار من المشاريع من خلال الحلقات اللي بتبقي موجوده معانا من خلال الضيوف اللي موجودين معانا فكرة انك فكرة انك عايز تسافر بره مصر يعني حاول مع اني انا مش مش حابه ده طبعا وما شجعكش على ده بس يعني لو انت مش لاقي نفسك هنا وشايف انك بره هيبقى الموضوع مفتوح لك افضل بكتير فيعني ربنا معاك وربنا يوفقك. بنكتفي بالرسايل دي عشان نلحق نتكلم في موضوعنا النهارده عن الفرق ما بين الغرور والثقه بالنفس فينا كشباب وازاي ده ممكن ياثر علينا بالسلب او بالايجاب على حياتنا في الوظيفه او في مجال العمل في أي مكان، هشوفكم مرة تانية بعد الفاصل. أهلا بكل مشاهدي برنامج شباب حكاية. ناس كتير بيجي عليها وقت كده وبتشوف نقط القوة اللي فيها او بتشوف الحاجات اللي هي مميزة فيها جدا فبدل ما يكون عندهم ثقة في النفس ممكن يجيلهم شوية احساس بالغرور يا تري ايه عيب في ده او ايه الحاجة اللي ممكن تأثر عليهم ويا تري ايه هو الفرق ما بين الغرور والثقة في النفس تعالوا نشوف مع بعض هو اكيد ان دي حاجة غلط لان هو لو قعد شعر بالغرور ده حاجة هتخليه شايف ان هو كده خلاص تمام ومش هيوصل لحاجة بعد كده لكن لو هو في عنده تواضع ان هو بالنسبه له ان هو لا انا لسه في قدامي حاجات تاني وشايف ناس احسن مني فده هيوصله ان هو يعني يوصل لحاجات اكتر ويبتدي ينجح اكتر هي اكيد حاجه غلط لان الانسان ما يقدرش يعمل اي حاجه من غير ربنا مهما ربنا اداله ما حدش يقدر يعمل حاجه من غير اراده ربنا يعني فالغرور لا طبعا حاجه وحشه ما حدش يقدر يعمل حاجة من غير ربنا لا أكيد غلط طبعا لأن الإنسان لما يبقى عنده غرور وكبرياء كده هيقف هيقف عند الحاجة اللي وصل لها هيشوف إن هو كده خلاص أنا وصلت أنا ما فيش حد قدي وبرضه الناس كلها هتبعد عنه إن هو هيبقى في عزلة إن كل اللي حواليه لا أنا أعلى منكم كلكم لا أنا مش هتعامل معاكم أنا كده بقيت مع نفسي وصلت للمرحلة اللي أنا عايزة خلاص مش عايز حاجة من الدنيا وده كده هو فشل يعتبر لأنه وقف عند مرحلة والانسان لا لازم يبقى متطور على طول انا شايف انها حاجه غلط ان حاجه مش في طبيعتنا ان احنا نكون مغرورين تمام الانسان ما يكون متواضع بيبقى افضل انه حتى بتبقى بسيط حتى مع الناس إيه حتى الناس بتبقى ما تبقاش حابه الانسان المغرور لكن الانسان المتواضع او البسيط بيكون محبوب بين الناس هو غلط طبعا لان الانسان المغرور اصلا بيكره من الناس اللي حواليه ف يعني كمان هو بيبقى حاسس ان هو احسن من الناس كلها وان هو مفيش حد قدو كده وان هو ف يعني الاحساس ده وحش جدا كمان هو يعني اكتر اكتر خطير ربنا بيكرهها اصلا الكبرياء والغرور ده الغرور ده ان انا ابقى شايفه ان كل الناس مهما عملوا انا احسن منهم إيه... تقريبا زي الكبرياء او هو هو لكن الثقه بالنفس دي انا عارفه ان انا متفوقه في الحاجه دي او انا اقدر اعملها عندي موهبه في الحاجه دي فانا بعملها بثقه مش مش ان انا مغرور ان محدش هيقدر يعملها غيري الثقه في النفس ان الواحد يعمل الحاجه وهو شايف ان هو هيقدر يعملها ان هو متجهز تمام ان هو هيعمل الحاجه دي انما الغرور ان هو شايف ان محدش هيقدر يعملها غيره او الثقه في النفس ان هو واثق ان ربنا معاه فهيقدر يعملها الغرور هو مش حاسس بربنا وحاسس ان هو هيقدر يعملها واعتقد ان المغرور برضه ما بيحسش ان هو مغرور في الوقت ده يعني الثقه بالنفس انك لا انا واثق من الحاجات اللي انا بعملها ما بقاش مهزوز ان انا لا الحاجه دي عملتها صح ولا غلط اقعد افكر كتير واتردد كتير لا انا كده مش مش هتقدم لا لازم يبقى عندي ثقه بالنفس ان انا لا الحاجه اللي بعملها طالما دارسها كويس لا انا تمام فيها وهمشي فيها انما الغرور ان انا وصلت لمرحله ان انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا انا كده بقيت ما فيش حد أدي خلاص انا كده وصلت فلا في فرق الثقه في النفس ان الواحد بيكون عنده خبرات ودارس كتير وعنده علم بالدنيا اكتر فما يعمل حاجه يكون عنده ثقه بالنفس ان هو يقدر يعملها لكن المغرور ان كل حاجه قدامه ان هي صح وهو كامل من جميع النواحي وهو ما عندوش الخبره الكافيه ان هو يقدر يعمل حاجه دي هو الثقه في النفس ان الواحد بيبقى مثلا عنده هدف ان هو يحققه بيبقى عنده خبرات كتير في الاول وعنده امكانيات كتير فهو عارف أنه لما يجي يحقق الهدف ده هينجح فيه فبيبقى داخل أنه هو مش متوتر وهو مش حاسس أنه هو مش هينجح فيه فبيبقى واثق من نفسه لكن الغرور ان الواحد يحس أنه هو احسن من الناس كلها وان هو مفيش يعني يعني ان وصل كده لحاجه كبيره يعني مش هيعمل حاجه تانية بعد كده شعره صغيره جدا بتفصل ما بين الغرور والثقه بالنفس مهم انك تبقى واثق في نفسك ومهم انك تبقي واثقه في نفسك وانتوا بتشتغلوا وانتوا رايحين تعملوا انترفيو وانتوا عايزين تفتحوا مشروع خاص بيكم وانتوا بتتكلموا مع حد وانتوا بتسوقوا الحاجة عايزين تسوقوا لها حلو انكم ولازم تبقوا واثقين من نفسكم بس المرفوض في اي حاجه ليها علاقه بالشغل هو الغرور او انه ابقى مقتنعه طول الوقت ان انا اللي انا بعمله ما فيش حد في الدنيا يعرف او ما يعرفش يعمله لا الحقيقه ده يعني نقطه غلط جدا لانه حتى اللي حوالينا ما بيعرفوش يعملوا حاجات معينه احنا بنعملها هينفع يتعلموا فيا اما تحافظ وتحافظي على الحته اللي وصلتولها بانكم تبقوا واثقين في نفسكم وتطوروا من نفسكم وتنموا من نفسكم يا اما فكره الغرور واننا نفضل طول الوقت شايفين ان احنا اللي خلقنا ما خلقش حد زينا والكلام اللي بيتقال كتير من شباب ده لا ما ينفعش خالص ما ينفعش بقى قاعد شاب طول الوقت طول الليل والنهار قاعد على القهوه ولا بدور على شغل ولا بعمل مجهود ولا بعمل حاجه واجي اقول اصل انا ما ينفعش اشتغل في اي مكان اصل انا امتي ما تجيبنيش في الحته الفلانيه اصل انا المفروض أشتغل اخد مرتب الرقم الفلاني اصل هم مش عارفين امتي اصل انا ابن فلان الفلاني اصل انا ابن يعني ما ينفعش احنا كشباب لازم نبقى واثقين في نفسنا اه بس ما نبقاش مغرورين دي النقطه الفيصل في الموضوع أه بولا مجدي خبير تنميه بشريه ازيك اهلا بيك يا سيل عامل ايه ده نورك ميرسي أه بولا قول أه أه الخط الرفيع اللي بيفصل ما بين الاثنين ده كويس بنقع فيه ازاي اوقات كتير او ما بنعرفش نفرق ازاي ما بين الغرور والثقه بالنفس طيب انا حابب بس نبدا كده بايه كلنا حافظينها عن ظهر قلب بقالها بولس الرسول بتقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني كلنا بنقولها وبنرددها لكن نيجي وقت التنفيذ او وقت الفعل يا اما واحد بيستطيع فعلا يا اما واحد مش بيستطيع او واحد بيبقى ماسك العصا من النص مم. نفرق بين الثلاث مستويات المستوى الاولاني اللي هو الشخص اللي واثق في نفسه ده بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني عنده ايمان وثقه كامله في ربنا وفي القدرات اللي مديها له ربنا طب لو نزلنا سنه لتحت يبقى عنده دونيه او صغر نفس فانا لا استطيع اي شيء لا في المسيح ولا في اي حد تاني مم. طب لو طلعنا شويه لفوق عن الثقه بالنفس بيبقى عندنا ما يسمى الشخص المغرور مم. اللي هو انا استطيع كل شيء بارادتي بقدراتي بانجازاتي ببصماتي مم. هنا بقى بيفصل بقى الانا بتبقى ظاهره او يبقى وصل مثلا لحته معينه في شغله ويقولك انا السبب في اللي انا عملته بالزبط. او ان انا من غير اللي مم. انا بعمله الشغل ده يقع حقيقي الشركة اللي انا شغال فيها مثلا تنهار بالزبط. وكانه مثلا مفيش حد زيه في الكون بالظبط هو هتلاقي الشخص المغرور كده عنده في لو قال 10 جمل مثلا في كل جمله من العشره بتبدا ب انا 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 <applause> انا فعنده انانات أنا كتير يعني <applause> كويس فالشخص المغرور هو بيقول كده على نفسه انا انبغي فوق ما أرتقي انا انبغي كويس فيعني انا ارتئي اسف فبولس الرسول بيقول ايه؟ اقول لكم بالنعمه المعطاه لي ان ير... ان ترتقوا يعني ب... بشكل مناسب للقدرات اللي ربنا مديها لكم. طب انا بس ويس... عايزه اسالك في نقطه مهمه انت قلتها، هم. انت قلت دلوقتي طبعا الايه اللي كلنا بنحبها وكلنا بنكتبها فاول حاجه هم. احنا ب... بندخل فيها جميل استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هم. اوقات كتير شباب يا بولا بيتكلموا في نقطه انه انا بعرف اعمل ده في المسيح الذي يقويني بس انا سايب له كل حاجه وهو اللي بيعمل طالما هو اللي بيديني القوه لو انا ما عنديش القوه دي انا ما بحاولش ان اخد قوتي من قوه رب المجد كويس هو الحته دي بتبقى فاصله برضو بنربطها بايه ثانيه في سفر الامثال سليمان بيقول ايه توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد هنا برضو بيحصل شوية لبسة أو شوية لخبطة هو أنا أتوكل ولا ما توكلش طب أستخدم مخي ولا ما استخدموش فالشخص المغرور مش معترف بالآية دي لا أنا هتوكل على قدراتي لكن الشخص اللي واثق في نفسه هستخدم المهارات والقدرات اللي ربنا لي لكن كل ده في مشيئة ربنا أو ضمن إرادة ربنا فهنا بيبان الشخص اللي واثق من نفسه والشخص اللي مغرور فأنا آه متكل على الله وواثق في القدرات اللي ربنا لي بس في الأول وفي الأخير ايه؟ انا مش هعتمد على فهمي رقم واحد، مش م هقول انا ويعني ما فيش غيري على الارض اللي هيعمل ده، م فهي دي الحته الفاصله بين الشخص المغرور والواثق من نفسه. طيب آه لو انا في مجال العمل بقى وانا <applause> بشتغل موظف جميل. عندي مشروع م آه بزرع وعندي كم فدان بزرعهم وبطلع ال الناتج منهم وببيعه، ايا كان بقى ماشي؟ الشخص المغرور ده بنلاقيه دايما يا بولا شخص مش ناجح. وما بيعرفش ينجح تمام ولا عارف قيمه النجاح ولا عارف معنى النجاح حقيقي. ليه الغرور طول الوقت مرتبط بعدم النجاح ومش عايز اقول الفشل عشان الناس ما تزعلش مني طيب هو في شويه سمات كده او مجموعه سمات بيتسم بيها الشخص المغرور اولهم ان هو الانا بتاعته ظاهره ودي اتكلمنا عليها الحاجه الثانيه هو ما عندوش حته الخضوع يعني يرفض دايما الخضوع للتوصيات اللي الناس بتقولها له، يرفض النصح، يرفض الارشاد، يعني مثلا انا شاب وعايز اعمل مشروع. طبيعي جدا استشير الخبراء، اشوف لو انا عندي خبره سابقه اسمعها لنفسي واسمعها بموضوعيه شويه، بس نخرج بره نفسي شويه، هسمع المشيرين او الناس اللي ما عندهم خبره في الموضوع، لا الشخص المغرور رافض ان هو يخضع لمشوره حد، فدي حاجه بتعطله عن النجاح. الحاجه الثانيه الشخص المغرور بيشوف نفسه اللي هو انا افهم في كل شيء. يعني محدش يملي عليا خبراته لا انا بعرف انا عندي قدرات انا هتعامل محدش يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه دي نقطه تانية الشخص المغرور بيحركه كده فكره المتكئ الاول هو عايز ينجح لذاته وبذاته وعشان ذاته كويس فانا المتكئ الاول ده مستنيني المقعد الاول مستنيني وهنا عايز اقول للشباب بالتحديد يعني ان لم تكن الاول في ذهن الناس فكن الافضل دائما الأفضل بقى في كل حاجة بس أنا أفضل وغيري أفضل وهنا نرجع للآية اللي يعني الأفضل في اللي أنا بعمله بالظبط في التخصص يعني بتاعي يعني مش لازم أبقى طول مم. الوقت الأول فعلاً مفيش حد أول في كل حاجة يعني أسطورة لازم تباد يعني بالزبط. الحقيقة يعني. يعني محدش بيفهم في كل حاجة ده صعب <applause> قوي إنه نلاقي حد يعني إحنا مثلاً في مجال التأدين أنا بتكلم كمذيعة اللي بيعمل مثلاً شباب مم. غير اللي بيعمل مرأة غير اللي أي. بيعمل برنامج سياسي مش زي اللي بيعمل يعني كل واحد ليه الجزئية الخاصة بتاعته صعب قوي انه نلاقي حد موظف بيشتغل في شركه بيفهم في في الحسابات وبيفهم في المشتريات وبيفهم في التسويق وبيفهم في انه يبقى اتش ار وبيفهم انا اللي بتاع كله ده مش موجود ده حقيقي ودي يمكن منتشره شويه وسط الشباب اللي عندهم النزعه اللي هي الشبابيه شويه انا بعرف اعمل كل حاجه في اي حته في اي وقت كويس طيب نرجع ده لايه بقى آية شهيرة جدا برضو قالها داود النبي في سفر المزامير مزمور 139 آية 14 بيقول إيه أحمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. عجيبه هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. الشخص اللي واثق من نفسه هو بيتميز عجبا وبيشكر ربنا على العجب اللي جواه بس مؤمن ان في غيره متميز عجبا. ان في واحد فلاني واحد تاني بيفهم في الحاجه الفلانيه ان في واحد غيري افقه مني في الموضوع ده واحد غيري اكثر خبره مني في الموضوع ده لكن الشخص المغرور مش بينجح ليه عشان هو شايف نفسه انه شاطر في ده وفي, ده وفي ده وفي ده وفي ده لكن هو في الحقيقه ممكن ما يكونش لا شاطر لا في ده ولا في ده ولا في ده ولا في ده بس عشان يقول ان انا موجود مش اكتر يعني الحاجه الثانيه اللي بتميز او بيتسم بيها الشخص المغرور وبتعطله كتير عن النجاح فكره عدم اعترافه بالخطا لما يقع في غلطه ما يقدرش يجي على نفسه يقول انا غلطان مم. ما يقدرش يقول يا جماعه معلش سامحوني انا عندي ويكنس بوينت في الحته دي انا عندي نقطه ضعف في الحته دي فهو بيرفض ان هو يعترف بالخطا طب بمناسبه بقى النقطه دي ما في شباب كتير يا بولا ما عندهمش نقطه انه مش عارف انا انا مش قادر اعترف بالغلط اللي انا عملته مم. بس بنلاقي انه الشاب ده عنده قدره انه داخليا حتى لو ما قالش بس هو مقتنع انه غلط فبيحاول يصلح من نفسه كرايز. المغرور عنده ده ولا المغرور لا هو شايف انه غلط ولا هو عارف يقول انا اسف بصي ربنا الاعلم بحاله هو قاعد بينه وبين نفسه وهو قافل على نفسه اوضته كده هو اللي عارف يعني ربنا اللي عارف هو بيفكر ازاي بس الكون ان هو يخرج للناس بقيمه عليا بالنسبه له ان هو انا مش غلطان انا حتى لو غلطان مش هعترف بغلطي هو حتى بيتهز قوي لما حد ينتقده لو قلت يا سالي على فكره النهارده الميك اب مش عاجبني طريقتك في التقديم النهارده ما كانتش احسن حاجه لا الشخص المغرور يرفض ده تماما يقول لا ده انا احسن حد النهارده ده انا كويس جدا ده انا متميز ده انا سوبر فهو طول الوقت مش شايف ان هو غلطان ولو حد انتقده او دس له على الوجع اللي عنده لا يعني ينتفض وتثور ثورته يعني فدي بتعطل عن النجاح يعني انا مش هينفع انجح وانا ما عنديش مرونه نفسيه ان انا اقبل التصليحات اللي الناس بيقولوها لي او الاخطاء اللي بيشاوروا لي عليها علشان اخدها وابدا اقيمها وابدا اتعامل بيها وانجح بيها في حياتي. طيب الغرور الشباب بيبداوا بيه ولا هي مرحله بيوصلوا لها بعد شويه في شغلهم طيب خليني يعني اصدم الشباب والساده المشاهدين وحضرتك وانا اتصدم معاكي بالمره ان الغرور ده ممكن يبقى اساسه من النشاه من البيت ممكن يبقى عند سن 3 4 سنين ونلاقي طفل بدايه شخص مغرور ليه بقى ماما وبابا في البيت كل حاجه مجابه سواء صح أو غلط هو الابن المدلل في البيت هو حبوب العيله فهو كل حاجه عايزها فبيطلع الانا عنده ايه عاليه علي. فهو قبل ما يوصل لسن الشباب بيكون خلاص يعني خد بقاله باع في مجال الغرور فاحنا عايزين نوصي بابا وماما او كل القائمين على عمليه التربيه لو سمحتوا يعني يعني حاولوا تبقوا متزنين شويه في الحته دي. طيب دي نقطه مهمه كان لازم ننوه لها، تمام؟ <applause> لكن اللي انا بتكلم فيه بقى لو واحد دخل مجال العمل او آه بدا في السوق وهو مش مغرور. كويس. او يمكن كان عنده غرور الله اعلم طبعا بس ما كانش بالنسبه له حاجه واضحه يعني وصريحه. وبعد فتره الغرور ده بان فالشخص ده بدا يتعامل عليه انه شخص مغرور مم. هل ده فعلا بيحصل نتيجه انه بيبقى شاف بقى بعد فتره في شغله انه انا هايل وانا رائع وانا ما فيش حد زيي وانا عماله بنجح والى اخره تمام. ولا هو الغرور لازم يبقى من البدايه لا مش شرط يكون من البدايه ما نقدرش نحطها كقاعده يعني لكن ممكن يكون هو من كتر انجازاته اللي بيشوف أنه هو بيضيفها للمكان اللي هو فيه هو حس بنفسه قوي زي الطاووس كده شاف نفسه مميز عن كل اللي حواليه من الطيور او الاجناس اللي حواليه فهو خلاص لا انا بدأ يعني افرد ريشه كويس او اكتر من الاول يعني، لكن الغرور في البدايه ما اقدرش اقول ان هو داخل مغرور، الا بقى لو هو اصلا فعلا داخل بالحته دي جواه. طب لو فضل ناجح 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 خطواته كلها تمام والدنيا حلوه معاه طمع. وبعد فتره من الشغل وصل لمرحله الغرور، مرحله الغرور دي توقعه وترجعه خطوات؟ هي ممكن تقضي على يعني تاريخه المهني بالضبط آه يعني و ودي بقى محتاجه حته روحيه شويه م. يعني الناحيه الروحيه لازم تبقى مطلوبه هو احنا كل الصفات الايجابيه والحلوه والقيمه بنستمدها من رب المجد ياسوء ف واحنا بعيد عنه بنفقد كل ده تدريجيا طب انا عايز ارجعها تاني ليا بعمل ايه؟ بقرب ده يعني بقرب من ربنا بقرب من الناحية الروحانية تبقى عالية عندي شوية فينعكس على تصرفاتي على سلوكياتي يوم أحس إن أنا بدأت أتغر شوية أقول لا ارجع يا بولا أنا أه أنا في أنا كويس في الحتة دي بس في أحسن مني في حتة تانية أيوه صح طيب أه أوقات كتير مقولة كده شباب بيقولوها أنا مش لاقي شغل كويس هو مفيش شغل فعلا؟ دي كذبه برضو واسطوره يعني ناس كتير بتدعيها علشان ترمي المسؤوليه من على كتفها يعني هو في شغل انا مش لاقي شغلي دي علشان مم. هو مش لاقي شغل ولا علشان هو ما عندوش الامكانيات وبيدور في الحته الغلط ولا عشان هو مغرور فخايف او مش عايز او مش حابب انه يتحط في حته معينه كنوع من انواع الغرور انه انا لا انا محتاج احسن من كده مليون مره طيب كل اللي حضرتك قلتيه دوت يعني دي اسباب واحتمالات لان هو مش لاقي الشغل بس خلينا في نقطه الموضوع بتاع النهارده الغرور في ناس شايفه نفسها ان انا اوفر كواليفايد يعني ايه يعني انا عندي امكانيات تؤهلني ان انا التحق بالشركه الفلانيه بالوظيفه الفلانيه لو ما جاتليش الوظيفه دي او ما جاتليش الشركه الفلانيه فانا بيتي اكرم لي يبقى انا قعدتي في البيت ده بالنسبه لي حفاظا لما وكرامتي طبعاً بالظبط طب انا هكمل كلام معاك في النقطه دي انا عارفه لسه عندك هم. كلام عايز تقوله بس هناخد التليفون ده معانا okay. امونيوس من اسيوط الو امونيوس بعد اذنك تسمعني من التليفون وتقفل التلفزيون او توطيه انا حضرتك؟ الحمد لله اتفضل انت معانا على الهواء سؤالك اتفضل الو استاذ امونيوس الو طيب آه نكمل كلامنا في النقطه معاك تحت امرك اوكي آه كنا بنتكلم على فكره انه لا في شغل بس في شغل الغرور اوقات كتير بيخلينا لا انا محتاج انا اوفر كواليفايد فانا محتاج في حين انه ممكن يبقى لسه خريج جديد مثلا دي المشكله بقى علشان هو اتربى في بيته ان انت يعني يليق بيك احلى مستوى وافضل مستوى واعلى مستوى فاحنا محتاجين محتاجين ان احنا نفهم صح انا ممكن سوق العمل ده يتطلب قدرات وخبرات طب هجيبها منين وانا لسه فريش جراديويت <applause> لازم يعني بلغه المصريين يعني اتمرمط شويه واتودك شويه لغايه لما ادخل بقى بالخبرات اللي عندي <applause> لكن طول ما انا رافض فكره ان انا اشتغل في حاجه اقل من مستواي او اقل من قدراتي يبقى هيفضل قاعد في البيت ومش هينجح ومش هيعرف يخرج بره البيت طيب احنا في دقيقتين بالظبط مش هينفع يخلصوا قبل ما اتكلم عن الجانب الحلو بقى اللي هو الثقه بالنفس تمام الثقه بالنفس فيا وفي حضرتك وفي اي حد من الشباب اللي بيشوفونا دلوقتي مم. هتوصلهم ازاي ثقتهم في نفسهم طبعا بعيدا عن الغرور مم. الثقه بالنفس توصل ازاي للنجاح طيب هو ش... مبدئيا الشخص اللي واثق من نفسه هو شخص عنده هدف وعنده خطه واضحه توصله للهدف ده وعنده امكانيات وقدرات تناسب الهدف اللي هو عايز يوصله دايما كده بقول للشباب ما تحطش هدف يبقى اوسع منك يعني كانك لابس لبس اوسع منك ولا هدف يبقى ضيق عليك فمش هتعرف تتحرك فيه فخلي الهدف يكون واضح خلي الخطه تكون واضحه خلي الامكانيات تكون مناسبه للهدف بتاعك وادرس الصعوبات وتحلى بثقه ربنا اللي انت بتاخدها منه م. فكل دي خطوات واعمل عمليه متابعه وتقييم لقدراتك سريعا كده اول حاجه يعني اسمها سوات اناليسز سوات اناليسز عباره عن ايه نموذج ان انا ادرس نقاط قوتي نقاط ضعفي الفرص اللي قدامي والتحديات طول الوقت لازم اعمل ده الشخص اللي واثق من نفسه لازم يشوف قوته ايه ضعفه ايه فرصه اللي قدامه ايه وايه التحديات وكيف يتغلب عليها عشان يكاتش الفرص دي اعتقد كمان الشخص الواثق من نفسه ده بيبان يعني طبعا. بيتعرف اولا بتلاقيه بيساعد بي بي الناس اللي حواليه بيشجع الناس اللي حواليه شايف ان هو حلو في مكانه وغيره كمان حلو في مكانه خطواته ثابته كده واضحه حتى لو في وقت من الاوقات اخفق في حاجه معينه او حصل مشكله كبيره في مجال شغله بتلاقيه اللي واثق من نفسه ده عارف ان هو عنده حاجه كويسه بس بلا غرور فده اللي بيفرق وبينجح ويساعد الناس ان هم ينجحوا مش عايز يبان في الساحه هو لوحده يبقى الوان مان شو بولا مجدي خبير تنميه بشريه بشكرك لوجودك معايا النهارده اتبسطت جدا بالحلقه يا رب مليك. تبقى الرساله وصلت لكل الشباب شكرا لك <applause> أنا بشكركم جدًا 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 لحسن متابعة النهارده، إحنا في يعني في فترة قصيرة جدًا من الحلقة جات لنا عدد كبير جدًا من المسدجز، كمان غير اللي قريتها في المقدمة، بنوعدكم إنه الحلقة اللي جاية كمان هتبقى زي حلقة النهارده كده، الجزء الأولاني كله هنقرأ فيه المسدجز اللي ما قريناهاش النهارده، وبنوعد الناس اللي حابوا يتكلموا عن التسويق والناس اللي عايزين يتكلموا عن السياحة إنه خلال الفترة اللي جاية هنعمل حلقات عن التسويق وعن السياحة ويوم الحد اللي جاي هبقى معاكم لسه هقرا مسجات كتير جات لنا وهستقبل منكم تليفونات اكتر بشكركم هقابلكم يوم الحد اللي جاي قبل ما اعدي بساعه وشباب حكايه